افتكر. هذا المواطن الجزائري ايش عنده؟ هذا المسكن راه اكثر من المسكن اللي شفتوه في الاول، والسكان هذو كاع كيما داروا يمثلوا هذا المسكن، ما كانش اللي ساكن مليح، كاع كيما نهار، اروعوا شوفوا. المسكن يمثل كاع السكان اللي هنا، كيما تشوف هذا المسكن تشوف السكنات الاخرين، هذا الانسان كيدير يهود هنايا يوميا، يهود ثلاث خطرات خمسه في النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. أحلى كلمة فوق لسان كل مسلم، كل عربي وكل جزائري. التومي عبد القادر، الساكن بقرية مبارك محمد ولاية عين تموسنت، يمثل 26 عائلة عايشة في خطر. هذا النداء نوجهوه إلى كافة السلطات العليا والغير العليا مثل الولية. أول شيء هاد 26 عائلة اللي عايشة في خطر عندهم أبناء يقروا في مدرسة قرب للليراي، يعني اللي كيما نقول حنا الطريق نتاع القطار، وعايشين في خطر لما يروحوا ويجوا بخطرات في النهار، وما كان حتى واحد جا عندنا لا والية ولا أمين عام ولا شاف دايرة ولا شافوا الأحوال تاعنا كي دايرة. نقول للسلطات العليا باسمي وباسم سكان قرية بمبارك محمد، إذا كان حنا تقولوا بلي حنا عايشين في الاستقلال، حنا مازلنا عايشين في الاستعمار، وإذا نقولوا بأن 2020 هي سنة العزة والكرامة، بالنسبة لنا هي عزة الكشف والغبينة والظلمة. إذا كان المسؤولية تكون بدون إحساس كالبنياني بدون ساس، والمسؤولية بدون حنان مثل الكتاب بدون عنوان. نطلب من السلطات إذا كان حنا مواطنين وجزائريين
ولدينا حق في هذه الجزائر، وعندنا حق في هذه البلاد، يجوا يشوفوا الحاله تاعنا كي راها دايره. ومنا للقدام ان شاء الله اذا كان ما حليتوناش الحل تاعنا والمشكل تاعنا، غادي تشوفوا الجزائريين واش يديروا، لان الجزائري يجوع وما يهدرش، واذا كان ما خدمش ما يهدرش، واذا كان انحقر يهدر. هكا علمنا الهواري بومدين، من عاش دلنا مات مقتولا، ومن عاش سعيدا مات شهيدا. ان حتى هاد السكان نتاع مزرعه بن مبارك محمد ما يبعدوش اكثر من كيلومتر على الوليه، يعني الولايه والوليه والامين العام وكلش. اذا كان هاد الناس ما يعرفوش قيمه السكن، انا نقول لك بان ربي سبحانه عز وجل لما خلق ادم وخلق حواء قال له يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. اسكن المعنى تاعها السكينه. المواطن اذا كان جاع وعنده دار وين يرقد ما يجوعش، واذا كان نغبن وعنده دار وين يرقد، هذيك هي السكينه، يتريح البال ويتريح القلب ويتريح كلش. احنا هذه السكينه رحنا محرومين منها في 2020 يا عباد الله، يا عباد الله. هذا اللي ربي سبحانه عز وجل اعطاه لادم وقال له اسكن انت وزوجك الجنه، هذه السكنه احنا رحنا محرومين منها في 2020. انا في عمري 63 عام ما عنديش امراه اللي تغسل لي ولا تطيب لي، المراه اللي نجيبها تهرب، السكنه ما كانش. انا نشهد. واش انت راك باغي تعطيني سكنه من تولي في عمري 70 عام؟ والله من تولي في عمري 70 عام اديني الدار العجزه. بصح. تعطيني سكنه. الصوره راها تعبر على نفسها، وما عنديش يعني كلام نزيدو. كما اللي قال جاري هو اللي قديم هنايا وهو يعرف المعاناه اكثر منا. نطلبوا من السلطه تشوف فينا بعين الاعتبار، انا هدرناها وعاودناها وكرهنا الوعود الكاذبه بين قوسين. راه شحال من والي، شحال من والية جات، غادي نعطيكم، غادي نعطيكم، غادي نعطيكم. حنا طلبنا غير المسكن باش نسر وليداتنا، هذا ما رانا طالبين. رانا عايشين لا حياة اللي من تونسي، شنو غادي نقول لكم؟ لا كهرباء، لا ماء، لا صرف صحي، أكرمكم الله، ما كانش حاجكم مراحيض، ما كانش تريسيتي، يعني شنو غادي نقول لكم؟ ما قبل الاستعمار، الاستعمار بلا كان أرحم، ما قبل الاستعمار، والصورة جو بريف زعما راها عبرت على 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 الشيء اللي رانا نعانوه. والله لا الضيافة، أنا الأم تاعي في عمرها 85 عام والله لا جات بات عنده، هي وشير أختي نقسموا هنا نقسموا. كيجي ضيف مشكلة أنايا تجي عندي الشيبانية نقولها ما تجيش، شير خويا ما تجيش، ما كاينش يجي عندي، وكذلك خويا وكذلك الناس المشتى ما قدش نقول لك. الصيف طوبات أكرمكم الله، الفوعة يا أماكن الظل اللي كان يقول عليها الرئيس تبون، يعني وين راها؟ ها راه أماكن الظل، هذه فايتة الظل هذه كاع. طلبنا من السيده الواليه تجي تشوف، الا كان شر ما هادري لها شي هضره تجي تشوف، تجي زياره عمل وتفقد وتشوف كي رانا عايشين. اسكو احنا ما كانش في تموشت اللي غبينا كيما احنا يا سيدي. راه تبون رانا مغبونين، اقسم بالله العظيم غير رانا مغبونين، غبينا كحله. اروح شوف غير حالتنا كي دايره اللي رانا عايشين فيها. انا بنتي راها في البيضيات، خوانا هنايا قاعده قافله معاهم الطريق، ما كانش السكنه. ها هي البارح، هذه غير البارح هذه طحت لي في السبيكه، هذه بنتي الاولى ميته، ما قديناش كرهنا، عدتني الطوبه لا غالب، هذه باش عيشها رانا عايشينها. اروح شوف غير حالتنا، شوف ديروا لنا حل، ديروا لنا حاجه. المير تروح عنده يقول لك خاطيني، الشف دايره تروح عنده يقول لك خاطيني، الواليه رحنا عندها قالت لك احنا ما على باليش بيكم كاع وراكم ساكنين. دوك حنايا جزائريين، حنا ماشي مغاربه ولا ماشي توانسه ولا ماشي، شوف حالتنا كي دايره اللي انا عايشين فيها، ما قديناش كرهنا كرهنا. هذه طاحت هنايا، ها هي مقروضه مكراحه. سيدي الرئيس انا دخلت عند الواليه، دخلنا عندها جماعه، انا معاهم مرا، دخلوا ربعه تاع الرجال وانا معاهم مرا، قلت لها الوحي عندنا شوفي حالتنا كي راها، ما قديناش، ما انا نباتوا في السبيكه نهوتوا 12 تاع الليل ورجالتنا عاسين علينا، قالت لك روحوا تتلشق لي، هي دوك عاد من نروحوا دوك انا نشكو لك اللي كنت سيدي الرئيس، ما بقيناش وين نروحوا. الولا راه عندهم 18 عام، والتالي فيهم راه عندها 9 سنين، هي وين نروحوا؟ كانوا حاسبين لونكارا تاع الدجاج، جا الوالي وراح، جات الواليه وراح، جا الشاف دايره وراح، تبدلت كاع الامه. لا اله الا الله محمد رسول الله.